هاي سي جمال مرحبا بك، لو تقدمنا روحك. جمال العموري، رئيس غرفة سابقا مخابط بولاية سقس. الاجتماع تاع اليوم كتحطونا في اطار الاجتماع تاع اليوم مطالبة مستحقات تاعنا. احنا عندنا 11 شهر نخدموا ما عندناش مستحقات تاعنا. الحجر حق على بعضه، الحجر حق على بعضه، ولا نبيعوا في الكلاب تاعنا ونبيعوا في رزقنا باش يخلصوا الخدامة وخلصوا الكاد وخلصوا الضوء. هذه مش تو شيء الواحد يعديه، أما 11 شهر رأي الوزيرة تتغاضى على الخبازة اللي هما الخبازة هم اللي خلينا على الكرسي. أعراف الصنع احنا عندنا 3500 مخدم في الجمهورية التونسية، 3500 عائلة و50,000 خدام ماشي يصبح عنده تو شهر الثاني قاعدين نسكروا بالواحد بالواحد كأوراق الخريف، قاعدين نتصابطوا بالورقة بالورقة. ما عرفناش شنو الحل نتاع الدولة، شنو برنامجها. يا خويا احنا مستعدين، مستعدين نقعدوا على طاولة ونشوفوا المستحقات نتاعنا. اليوم تقريبا الوقفات نتاعكم هذوما واجتماعاتكم في الغرض هذايا مش شوية، عندكم توا نفس الحكاية كل مرة تعاودوا تكرروا. هاك هي اللغة التصعيد وهي تتغاضى علينا. هي احنا فرحنا مادام الوزيرة فرحنا خاطر هي ملمة بالقطاع وتعرف القطاع، أما الغل الظروف نتاع الدولة وظروف الاقتصاد نتاع الدولة خلاتها ما تعطيناش مستحقاتنا. ما نلموهاش، أما نتحاولوا أعطينا يا خويا حوار معاه والله يبارك. احنا يا خويا شغل هو اجبد ما ترد جبال تتهد. مش يكون فما تصعيد ولا؟ تصعيد احنا تو اليوم عندنا اجتماع. وماشي نعتزموا في الاتحاد حتى نراو الاجتماع تاع تونس في الغرفة الوطنية. كان ثم عطاتهم قرارات سمعة. ما هو فبها ما ثماش قاعدين هون ليلة اثنين ثلاثة شهر باش يقعدوا في الاتحاد هذه درة. بالنسبة للزيادة في الحصة. زيادة تاع الحصة ثم احنا عندنا تقريبا 70 كوشة، أربع سكان ونص. قاعدين انتم تعبين ترفعوا له في الحسب مطالبه؟ انا ما نرفعش، الدوله ترفعها. الدوله ايه؟ انتم تطالبوا؟ احنا نطالب بس يعطيهم شويه فلينا. فهمت؟ هيك هو المطالب نتاعنا. دونك ننتظروا مخرجه الجلسه هذه تحدوا فيها شنو التحرك باش تعملوه في المرحله القادمه، ولا باش تقعدوا تنسقوا مع تونس؟ لا احنا نستناو الاجتماع نتاع الغرفه الوطنيه. هما اللي باش يعطيونا الضوء الاخضر. كان عطاونا ضوء اخضر ومشينا على حالنا، مستحقات ان شاء الله، ان شاء الله يوصلوا الحل مع الوزيره، ما ثماش، احنا قاعدين في الاتحاد نتاعنا ما احناش خارجين. معنا اليوم ثم امكانيه الاعتصام في الاتحاد. في الاتحاد، احنا قاعدين. حتى تاخذوا الرد بتاع المساله. حتى نروا الرد بتاع الغرفه الوطنيه، احنا ما نجموا نعملوا شيء، ما نجموا ناخذوا قرارات الا بالغرفه الوطنيه. شكرا.